بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، كل من يشاهد ويتابع هذه الأحداث الرياضية المميزة من هنا من عاصمة الميادين الوثبة، حيث نبدأ في هذا المساء مع أشواط الرموز الخاصة باللقاية لأبناء القبائل. شاهدنا المتعة والإثارة والإبداع في أشواط الرموز الأربعة التي ذهبت لمستحقيها في هذا المساء. تهانينا والناموس لكل الفائزين. نبدأ مع حضراتكم في هذه اللحظة مع الشوط الرابع عشر اللي انطلق ويحمل الإبكار المهجنات وسيارة غالية وثمينة رصدت مع خط النهاية. اليوم في الفترة المسائية كلها سيارات، اللقاية في فترة المساء كلها سيارات، والخمسة كيلومترات وأيضا الفترة الصباحية سيارات، ويوم الغد سيارات، وحتى مهرجان الختام وهي سيارات في سيارات. نتمنى التوفيق للجميع. نواصل ونتواصل مع المركز الأول في هذه الأسماء. هناك 72 مشاركة انطلقت، 72 شعار واصل في هذا الشوط بحثا عن الناموس وعن السيارة الغالية الثمينة. أبدأ مع المقدمة لأجد الصدارة ومقدمة هذا الشوط، من تحمل الرقم 55، وهذا شعار بن عفصان على المركز الأول، بل هي الحذافة محمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري مع المركز الأول، وتليها جمهرة عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري يحتل المركز الثاني. ثالث المراكز اللي بالمركز الثالث، هذه الظبي علي بن سعيد بن سلمه المنصوري مع المركز الثالث في هذا التدخل. المركز الرابع ماتهاب فهد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخيارين، أحد ضيوفنا من دولة قطر، نرحب بكل الضيوف الحاضرين. المركز الخامس، من تدخلت إلى خامس المراكز، مياسة أحمد بن علي بن محمد بن واصل اكتبي. والمركز السادس في هذا الموقف وفي هذا الموقع وفى مسلم بن رملي بن محمد العامري. وسابع المراكز، اخترقت المراكز وانطلقت إلى دائرة المراكز الخمس، هذه زعفرانة، ديروا بالكم من زعفرانة، علي بن الصغير بن حمد العويسي هنا في المركز الثالث. انتقل للمركز السابع، انتقل للمركز الثامن، اشوف المركز الثامن، هذه اللي بالمركز الثامن تحمل الرقم، هذه الحليانة خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري، والمركز الثامن. المركز الثامن من الجانب الآخر، نواصي علي بن خلفان بالشاوي الاغفلي. تاسعاً يصل شعار محمد بن سلطان بن مرخال اكتبي مع الظبي. عاشراً من احتلته في هذا الموقف من حاف محمد بن عتيق بن علي الاكتبي. 10 مراكز اذيعت على حضراتكم كاملة مكملة في هذا الموقف من مسافة 5 كيلومترات. سيارة يا العويسي، سيارة مع خط النهاية، كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية وعن الناموس. ومجريات هذا الشوط مع العويسي، مع زعفرانة علي بالصغير بن حمد العويسي من السلطنة قادم للمشاركة. بينما المركز الثاني، هذه خطيرة، بن دري المنصوري مع الحذافة محمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري. وثالثا وصلت الظبي لعلي بن سعيد بن سلمه المنصوري، ومحمد بن سلطان بن مرخى من الجانب الآخر يتدخل وتتدخل شقرة مع أحمد بن سالم وظفير العامري. خلاص يا بن مية، 5 أسماء بنكتفي بهذا الموقع، لأن وصلنا عند لوحة الكيلومتر الأخير.
الكيلو متر الأخير 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 يا بن سلمة، خط النهاية هناك. يا سلام يا سلام، هنا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، يا سلام. هذه الحذافة محمد بن مهير بن سعيد المنصوري مع المركز الأول الأقرب للناموس، الأقرب للناموس، وشعار بن دريه يتدخل وانطلقت في هذا الموقف، في هذا الموقف. هذه بهجة حمد بن علي بن حامد الوهيبي، واللحظات الأخيرة. وانطلق أيضا زيد بن سالم بن راشد آل بحيح المري، يلا يا البحيح، يلا يلا. المدينة على المركز الثالث، رابعا الظبي محمد بن سلطان بن مرخان من مرخان، ولكن خط النهاية، خط النهاية، ولعت 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 بين الثلاث، بين الأربع، بين الخمس، وخط النهاية، خط النهاية. يلا يا مالك مدينة، مدينة هناك، مدينة تنتقل بالسلام إلى العاصمة، إلى العاصمة الدوحة، إلى الدوحة، إلى الدوحة، مع مدينة، مع مدينة زيد بن سالم الراشد آل بحي المري. ولكن عادت بهجة، عادت الحذافة، الحذافة، واللحظات الأخيرة. حرك يا البحيح، حرك شوي، حرك المدينة، المدينة تفوز بالسيارة في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك مدينة زيد بن سالم بن راشد آل بحيح المري، تهانينا والناموس المركز الثاني. الحذافة محمد بن مهير بن سعيد المنصوري ثالثا، هملولة لمحمد بن راشد بن محمد بن سلامة الهاجري، والمركز الرابع وصلت بالمركز الرابع تحمل الرقم 16 بهجة لحمد بن علي بن حامد الوهيبي، خامسا لمحمد بن سلطان بن مرخان. إذن هذه المراكز الخمسة الأولى. أعود إلى التوقيت الزمني، 7 دقائق 32 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. هذه مدينة لزيد بن سالم بن راشد آل بحيح المري، تهانينا والناموس لأبناء قطر على هذا الفوز. المركز الثاني، 7 دقائق 32 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. الحذافة مالكها محمد بن مهير بن سعيد المنصوري ثالثا، المركز الثالث يصل شعار بن سلامة، 7 دقائق 33 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. وهني محمد بن راشد بن سلامة الهاجري على هذا الفوز، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.